ما حكم الندب والنياحة؟ الندب والنياحة من الكبائر، والندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت على صورة الجزع، أما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، أي النياحة عند المصيبة. والحديث رواه البزار.